سابع مره على التوالي، كلمنا عن تفاصيله وقد ايه شايف ان الحرف الترفيهيه لازم الحفاظ عليها من خلال المهرجانات. هو باختصار شديد ان احنا السنه دي هو سنه المهرجان السابع الحرف التراثيه، اول مره يقام في قصر الفنون، وقصر الفنون ده واحد من اكبر القاعات اللي موجوده في مصر. لكن لان كان في اهتمام كبير السنه دي ان يتقدم بصوره يعني في مساحه اكبر وجهات عارضه بعدد اكبر، عندنا 8-4 جهات رسميه عارضه، وزاره طبعا قطاع الفنون التشكيليه، صندوق التنميه الثقافيه، قصور الثقافه، وثمان جهات جمعيات اهليه، بالاضافه الى معرض موجود لكبار الفنانين او الفنانين المعاصرين المتخصصين اللي هم الفنانين الاحترافيين في كليات الفنون المختلفه اللي اشتغلوا على استلهام التراث الشعبي والقبطي والفرعوني وما الى ذلك. علاوه على ان كان في مسابقه معموله لاحسن تصميم اللي هو يصلح تنفيذه في منتج، يعني سجاد، اقمشه، حاجات من النوع ده، يعني تطبيقيه اكتر. المعرض السنة دي الحقيقة الحرف التراثية بقالها فترة بتواجه تحديات. تحديات لأنها أولا بعد إحنا مرينا بفترة يعني صعبة جدا من الإقبال السياحي ومن اهتمام كل المهتمين بأي نوع من الفنون أو أي نوع من الحرف أو أي نوع من التسويق إن هو يقتني، فحصل تراجع نسبي وحصل هروب لبعض الحرفيين المهرة، وحصل بحث عن وسائل أخرى للكسب والعيش. طبعا لأن كان في تحديات تنظيمية وإدارية ومالية وتسويقية، لأن هم بيلاقوا صعوبة، بيبقى في منتج لكن بيلاقوا صعوبة في تسويقه. كمان مع يعني فكرة التسويق مش بس ان انا اعمل منتج جيد، لكن كمان اعمل تغليف جيد واعمل دعايه جيده واعمل شراكات، يعني شراكات، واقدم نفسي للسوق العالمي بحيث يبقى في تنافسيه تسمح لي ان انا اتواجد وبتوع. جت منتجات الصين لفتره غزت الاسواق المصريه وللاسف حققت دوت لفتره، لكن بعد شويه تراجعت المؤشرات دي وعادت ذوق المصري للاقتناء، عاد ان هو يبحث تاني عن المنتج الحرفي المصري اليدوي اللي هو فيه أصالة. كمان لازم يستوجب دوت وضع استراتيجيات. أنا أتصور أن لازم في رعاية مؤسسية حكومية لهذه الحرف. كمان لازم في مؤسسات مالية داعمة تقدم تيسيرات بقروض ميسرة وبشروط بسيطة للحرفيين. لازم في تدريب للعمالات وإعادة إحياء هذه الحرف. لازم كمان يبقى في معارض مختلفة بتجوب محافظات مصر ودول مختلفة ودول إقليمية ودولية. لازم يبقى في منظومة كاملة بتتكاتف وتتراح علشان تقدم هذه الحرف، بدل ما بعد شوية نلاقي المهرة اللي عندنا انسحبوا وشيوخ الحرفة ما بقوش موجودين. فأعتقد أن يعني الافتتاح النهاردة بدعم رئيس الوزراء ومجموعة من الوزراء ووزير الثقافة، وكان المعرض ده تأجل افتتاحه أكتر من مرة لأنه كان مصر أنه هو يفتتحه، لأنه كان عايز يشجع هذه الحرف والحرفيين والفنانين والمبدعين، لدرجة أن النهاردة يعتبر كان عندنا يعني مجلس وزراء مصغر، لأنه كان فيه وزير التخطيط، وزير الاستثمار، وزير الشباب، محافظ القاهرة، يعني كان فيه لفيف من المسؤولين. دي بتبعت رسالة للناس كلها، لا احنا في بداية حقيقية، وإن شاء الله بإذن الله بكرة مختلف كتير جدا عن امبارح. المهرجان زي ما قلت ان هو فيه حوالي 45 فنان من الفنانين اللي هم الفنانين التشكيليين اللي هم الاحترافيين، في حوالي 30 في المسابقه اللي تمت 30 مشارك، ودولت من اجيال مختلفه ومش متخصصين، فنانين فطريين. المعرض بيحتوي على
مجموعة هائلة جدا كبيرة جدا في العدد كمان وفي التنوع في التقنيات المختلفة وفي المجالات المختلفة، خزف ونحت وتصوير ونسجيات وطباعة وجرافيك، مجموعة كبيرة جدا من الأعمال. أعتقد أن فرصة كبيرة للمهتمين بالحرف التراثية أنهم يجوا يسجلوا دوت ويوثقوا التجربة. وكمان إحنا عندنا مشكلة كمان في التوثيق المرتبط عموما يعني لهذه الحرف، فأرجو أن الفترة الجاية تبقى مرحلة جديدة لأن إحنا نوثق الحرف ونعمل دراسات تحليلية ونقدم الحرف المختلفة بالصورة اللي تليق، وترجع تاني نستقطب السوق العالمي في ان هو يبقى الحرف المصريه بتحتل اهميه في السوق العالمي وفي التنافسيه العالميه.